السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من الأشياء اللي نستخدمها في حالة الطوارئ على متن محطة فضاء الدولية اللي هو PPA أو Portable Breathing Apparatus. هذا الشيء نحن نستخدمه في حالات الحريق لا قدر الله، أو حتى تسرب غازات سامة ومحتاجين أكسجين. هذه المعدة أو الماسك موجود في كذا مكان في متن محطة فضاء الدولية، وطريقة استخدامه جدا سريعة وجدا سهلة، كأنك أنت عايش في فيلم خيال علمي. خلونا نشوف كيف نستخدم الماسك هذا أو الـ PPA. كل ما علينا أن نفتح السلندر ونلبس الماسك بالطريقة هذه. شفتوا كيف؟ أهم شيء سلامة الطاقم، بحيث أن نستخدم الأكسجين أو البروتكتيف ماسك هذا بطريقة سريعة جداً.